بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في قناتنا. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله هنعطيكم بعض المقدمات لبعض التعابير التي يمكن أن تحتاجونها خلال مسيرتكم الدراسية بحول الله. إذا نعطيكم أولا مقدمتين عن الوطن أو حب الوطن. إذا نبدأ على بركة الله. الوطن هو المكان الذي يشعرنا بالأمان ويذكرنا بحب الأجداد، وهو المكان الذي احتضن أحلامنا وأمنياتنا ورسمنا فيه مستقبلنا، وحبه فطرة ألقاها الله في قلوبنا. المقدمة الثانية. الوطن هو الأرض التي نولد بها ونعيش وننشأ عليها، وهو رمز العزة والكرامة والهوية التي نعرف بها في كل مكان. فهو كلمة صغيرة تحمل من المعاني الكثيرة والعظمة، كلمة فخر واعتزاز، وهي الهوية التي يحملها المواطن وهو مرفوع الرأس. جيد، الآن هعطيكم مقدمتين عن الثورة الجزائرية. الثورة الجزائرية ثورة مجيدة اندلعت على الظلم الفرنسي والطغيان الذي حاول تدميرها ونهب خيراتها واستغلال ثرواتها والعبث بتراثها. فجاءت الجزائر لتكشر عن أنيابها وتعلن ثورة لا رجوع عنها بعزيمة الحديد والنار. المقدمة الثانية. الثورة الجزائرية ملحمة تاريخية غيرت مجرى العالم الإنساني بإسقاط فرنسا، ثورة عظيمة بقدر عظمة شعب أظهر للعالم أجمع ما يمكن أن يقوم به شعب لاستعادة الوطن المسلوب. والثورة الجزائرية كانت دربا للعظمة، بدماء الشهداء كتب تاريخا جديدا. المقدمة الثالثة. أولا عن الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الوالدين هما أساس حياتنا وأجمل ما فيها، وهو من أعظم نعم الله علينا. مكانتهما عالية جدا لا توازيها أي مكانة، فهما صاحب الفضل الأكبر علينا. هذه كمقدمة أولى. المقدمة الثانية طبعا عن بر الوالدين. يمكن أن نقول جعل الله حق الوالدين تابعا لحقه وحق رسوله الكريم، ويعتبر برهما أحد أهم وأفضل الطرق لدخول الجنة، لأن له فضل كبير في غفران الذنوب والتقرب إلى الله، ويتحقق بذلك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. الآن مقدمتين عن الغربة. الغربة كلمة طعمها مر، قاسية جدا وتجربة صعبة يعيشها المغترب. قد تكون ممتعة لعدة شهور، ولكن بعد ذلك سيشعر المرء بالوحدة دون الأهل والأصدقاء. ثم يأتي الحنين إلى الوطن، يتجسد عندما يعرف المغترب معزته العظيمة، ويتأكد أن صعوباته تلك أهون بكثير من الاغتراب. المقدمة الثانية. ألم الفراق عن الوطن من أصعب الألام ومن أشدها، فمن لا يبكي لفراق وطنه، ومن لا يشتاق لأرض وطنه. فلو لم يكن الوطن غاليا لما سمي بالوطن الأم. فمهما سفر الإنسان واغترب، لن يجد أحن من حضن أمه ولا أدفأ منه. هذه يا أطفال الأعزاء كانت هذه فقط بعض المقدمات قد تساعدكم في مراحل الدراسة. خليكم في أمان الله، بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.